يلتئم الملتقى السياسي الليبي في جنيف في جولة حوار حاسمة ينتظر منها أن تحدد القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة ضمن خارطة الطريق لهذه المرحلة. الجلسة الثالثة للملتقى انطلقت مجرياتها وسط تسريبات تفيد بوجود خلاف كبير على القاعدة الدستورية وآلية انتخاب الرئيس وشروط الترشح، بما يضع الانفراج الأخير في ملف الأزمة الليبية بموضع اختبار جديد. نستمر في المناقشة العامة. في جنيف وبصعوبة تعززها الخلافات، يحاول أعضاء الملتقى السياسي الليبي رصف الطريق إلى مرحلة الانتخابات المقررة في 24 من كانون الأول المقبل. وحتى ذلك التاريخ فإن أرث الأزمة يزيد من عقد المرحلة الانتقالية، وبين هذه العقد ثمة خلاف على القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات. سمة التفاؤل بدت واضحة في تصريحات أعضاء الملتقى رغم الخلاف على آلية انتخاب الرئيس وصيغة اليمين الدستورية، إضافة إلى الخلاف على إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الذهاب إلى محطة الانتخابات. حسم جملة الخلافات هذه المرة هو ما سيحدد النجاح من عدمه، فالذهاب إلى صندوق الاقتراع دون توافق يثير مخاوف الطعن في هذه الانتخابات ورفض نتائجها، ما يكرر سيناريوهات أسفرت عن الفوضى وعززت الصراع، وهو أمر حاول المجتمعون في برلين مؤخرا تجنبه بتشديدهم على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها واعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية الكفيلة بطي صفحة الخلاف وإنهاء الانتقال السياسي. معنا من جنيف أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي. أستاذ أحمد، أهلا بك. بداية، حجم الخلاف حول القاعدة الدستورية هل هو كبير؟ طبعا كما تعلم أستاذي، داخل منطقة الحوار السياسي موجود أطراف الصراع الحقيقية، وليبيا منذ سنة كان هناك تراشق بالأسلحة، تراشق بالأسلحة وليس يعني تراشق بالأدوات السياسية، أو على الأقل الخلاف لم يكن خلاف سياسي بالأدوات السياسية، كان خلاف عسكري بأدوات عسكرية. وبالتالي الخلاف العسكري يعني من هم داخل ملتقى الحوار السياسي هم يمثلون أطراف الصراع، وبالطبيعة أطراف الصراع لما يتناقشون فيما يتعلق بمستقبل البلد السياسي دائما ما يكون هناك نوع من التوترات. هناك مجموعة مستقلة ليبرالية داخل ملتقى الحوار السياسي هي التي تحاول دائما يعني سبر الآراء وجسر الهوة ومقاربة الأفكار بين هاتين الطائفتين، وهذا ما نعمل عليه خلال اليومين الماضيين، ونعمل عليه الآن وغدا وبعد غد بإذن الله تعالى للوصول إلى قاعدة دستورية، لأنك لا تستطيع أن يعني تشكل قاعدة دستورية مفصلة على أشخاص، ولا أيضا هي تقصي أشخاص بعينهم. تريد قاعدة دستورية فيها وفاق، فيها شمولية، تزيل مخاوف الأطراف وتضمن أيضا مصالح هذه الأطراف قدر الإمكان، مع المحافظة على الحد الأدنى من المعايير الدستورية المعهود بها في كل دساتير العالم. طب أستاذ أحمد، ما هي حظوظ توصية اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستبداء على مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها أن تجري في 24 من ديسمبر كانون أول المقبل؟ طبعا كما تعلم الخلاف في ليبيا هو الخلاف الآن على بعض الناس يريد استفتاء على الدستور، والبعض الآخر يريد قاعدة دستورية للذهاب للانتخابات، وللأسف أن المعرقلين للعملية السياسية هم لا يريدون الانتخابات، وبالتالي يتحججون بفكرة الاستفتاء على الدستور. أعطيك تفصيل سريع فيما يتعلق بالمسألة الليبية. المسودة الدستور يعني كان في تشكيل لجنة الهيئة التأسيسية الصاغة الدستور، هذه الهيئة أنتجت مسودة الدستور. مسودة الدستور كانت جاهزة من العام 2017. لماذا لم تقم المؤسسات المحلية التي هي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، هذه المؤسسات المنتخبة، لماذا لم تقم بالفصل في الاستفتاء على الدستور خلال الثلاث سنين الماضية؟ تمام، لأن هي لا تريد الاستفتاء على الدستور ولا تريد أن تخرج من المشهد، لأنها يعني تستفيد من الوضع الحالي، وهذا الوضع يدر عليها مصالح شخصية عالية جدا. وبالتالي عندما حصل إنشاء ملتقى الحوار السياسي وأصبحت فكرة الذهاب إلى الانتخابات فكرة حقيقية، رجع
المؤسسات المحلية وهذه القوى رجعت للحديث مجددا عن الاستفتاء على الدستور. هم حقيقة لا يريدون الاستفتاء على الدستور، هم يريدون عرقلة الانتخابات التي ستكون يوم 24 ديسمبر. وماذا يستفيدون من عرقلتها أستاذ أحمد؟ ماذا يستفيدون من عرقلتها؟ يستفيدون من عرقلتها كاستفادتهم السابقة من عرقلة أي وفاق سياسي والذهاب إلى الانتخابات، هو استمرار وجودهم في المشهد السياسي. من هي يعني هذه الجهة؟ مجلس النواب. مجلس النواب جزء من مجلس النواب، يعني أنت تعرف ملتقى الحوار السياسي كيف تشكيلته، جزء من المستقلين، نعم، وجزء من مجلس النواب وجزء من المجلس الأعلى للدولة. هذه هي تركيبة ملتقى الحوار السياسي الموجود الآن في جنيف. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هذه هي المؤسسات المحلية التي تعتبر إلى حد ما منتخبة. أوكي. هذه المؤسسات لا تريد الذهاب إلى الانتخابات، تريد تعطي الانتخابات لأنها تستفيد من، لأن إذا لم يكن هناك انتخابات وبالتالي هم سيكونون موجودين ولن يتغيروا، فهم لا يريدون انتخابات لكي لا يتغيروا، ولكن لا يستطيعون أي يعني يعلو بصوتهم ويقولون لا نريد انتخابات، لا، هم يعني يتمسكون ببعض الحجج التي يريدها الشارع. يعني المقصد أنهم لا يستطيعون أن يعرقلوا الانتخابات بشكل مباشر، ولكن يقولون نريد استفتاء على الدستور، وباستخدام هذه الورقة يعطلوا الانتخابات ولن يأتوا باستفتاء على الدستور. نعم. طب ألا تعتقد أستاذ أحمد أن ضيق الوقت من بين الأسباب ربما التي تحول دون أن يكون هناك استفتاء على الدستور؟ هناك فرق شاسع بين دولة فيها دستور وبين ودولة دستورية. ما المقصد؟ المقصد أن مسودة الدستور المطروحة الآن عرضها المكونات في ليبيا اللي هم التبو والطوارق والأمازيغ، وفيها اعتراضات من أصناف عدة داخل البلد، وبما فيهم نخب سياسية، وبما فيهم مجموعة من أعضاء هي أنفسهم. أوكي. وبالتالي هذه الهيئة تحتاج هذه المسودة تحتاج إلى الفتح، وتحتاج إلى حوار مجتمعي، وتحتاج إلى التعديل، ومن ثم تطرح للاستفتاء. يعني المقصد من كلامنا أن هذه المسودة يعني غير جاهزة الآن للعرض على الشعب، أقصد هي غير جاهزة للاستفتاء، تحتاج كما ذكرت لك سابقا إلى حوار مجتمعي قبلها وتعديل في بعض بنودها، والوقت الآن لا يسمح بفتح المسودة وتعديلها والذهاب إلى الاستفتاء. وبالتالي ملتقى الحوار السياسي يريد إنجاز قاعدة دستورية للذهاب إلى انتخابات ديسمبر، ومن ثم البرلمان المنتخب القادم، تمام، هو من سيطرح هذه المسودة بعد تعديلها للاستفتاء على الدستور. هذه هي العملية المنطقية والتي ارتضتها كل الأطراف قبل إنشاء خارطة الطريق. الآن أي محاولة للحديث عن الاستفتاء على الدستور هي حقيقة عرقلة لانتخابات 24 ديسمبر، والتي يجب أن يقف المجتمع الدولي لهذه العرقلة بقوة وبحزم. لا ينفع يعني المجتمع الدولي دائما ما يتحدث عن عقوبات لكل من يعرقلون. طب برأيك أنت وعضو ملتقى حوار سياسي، أي يعني السيناريوهات التي لديها فرصة أفضل لتبنيها من قبل ملتقى الحوار السياسي؟ ملتقى الحوار السياسي ليست من صلاحياته أي يذهب إلى الاستفتاء على الدستور. ملتقى الحوار السياسي ليس أمامه إلا الذهاب إلى قاعدة دستورية، وبالتالي انتخابات 24 ديسمبر. يا أما قاعدة دستورية يا أما فشل، والفشل كما أخبرتك يعني لن يكون من ملتقى الحوار السياسي. الفشل سيكون نتيجة لعرقلة مجلسي النواب والدولة لإنجاز القاعدة الدستورية، وبالتالي هذه هي الأجسام حقيقة المعرقلة للذهاب إلى الانتخابات في ليبيا. طب كنت سألتك يعني أين تميل الآراء حتى لو كان هناك الخلاف قائم وكبير، أين تميل الآراء أكثر قانونيا ومنطقيا وواقعيا إلى القاعدة الدستورية التي يجب أن تطبق وتنظم الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية؟ خلينا يعني الاستفتاء على الدستور، لا يمكن الحديث عن الاستفتاء على الدستور كما أخبرتك، لأن الحديث عن الاستفتاء على الدستور هذا مستبعد وجهة نظرك، هو عرقلة. نعم تمام. الآن هناك خلاف، هل الانتخابات ستكون يوم 24 ديسمبر برلمانية ورئاسية متزامنة ومباشرة، أم سيكون هناك انتخابات برلمانية فقط، تمام، ثم الرئاسية ستكون بعد مثلا 6 أشهر أو شيء من هذا القبيل. هذا هو الخلاف. الخلاف إلى الآن للأسف لم يحل، يعني المشهد شائك ومعقد إلى حد ما، وكما أخبرتك أن المعرقلين يحاولون عرقلة الوصول إلى أي اتفاق،
ولكن يعني خلال 24 ساعة قد تتضح الرؤية ونذهب إلى انتخابات بإذن الله تعالى برلمانية ورئاسية. أنا أشكرك من جنيف أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك.